المسرح وخربشت لنا وطلعت لنا النوات الموسيقية من صوتك. اليوم احنا مختلفين على شكلك، حد منا يقول وايد حلوة النظارة عليك. لا. استاذ راغب يقول مش حلوة عليك النظارة. لا مش مزبوط، لا تقوليني شيئا لم اقله. يعني حلوة سوء النظارة؟ طبعا حلوة. سالج يا رب ربنا الظالم. اذا في مشكلة نشيلوه يعني. زي القمر كذا يبين وشك. خليها شو ده. احسنت اليوم. انا بس كان عندي تعليق واحد. دخولك اول ما بديت تغني، اول استسلامك في المغنى، كنت يعني ما عفأت هذا اوت تيون. ايوه كنت اوت تيون. ما راح اقول لك انه شاذر، اقول لك يعني مشدود. يعني حاول مره ثانيه. لا لو مشدود كان حلو، بس ما كنت يعني برا. فهاي تعليقي الوحيد اليوم. كنت كثير حلوة، كنت كثير حلو، آسفة
قصدك اللي قصدي الاغنيه حلوه، الاغنيه فضحتوني. الاغنيه كثير حلوه اللي اخترتها، احسنت. مخارج الحروف شنو جوهم اليوم؟ خليني اتكلم. اليوم عندك مخارج الحروف كثير حلوه، وكنت تتكي، كان باين عليك ان انت تقول الريئه، يعني كنت بسمعك اليوم احسنت كعادتك، يعني كعادتك. ابو علي بص يا حسن، هقول لك على حاجه. بالظبط كده، بالظبط كده. النهارده 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 مش 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 هقولها لك، مش هقول لك دي. انت كنت كويس. انا دايما بقول ان الفنان مخ وعضلات. المخ ان هو بيفكر ازاي يختار اغاني، والعضلات هي صوتك والموهبه اللي عندك. فانا اعتقد انت مخك اقوى من عضلاتك بكتير، ومخك هايل. وانت اليوم اللي انت هتبقى بتشتغل على شغلك وانت اللي بتفكر في الحاجات بتاعتك، انا اعتقد انت هتختار اغاني لايق عليك وهتعمل اغاني حلوه. شكرا. حسن، انا بحب الناس الرايقه. وانا كمان. وانت رايق جدا 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 جدا. انا كثير مبسوط منك اليوم. مثل ما قالت احلام، اول ما ابتديت خفت، بعدين رجعت ليلت علينا قلت لنا هيك بغنوا. فانت كنت رائع، وانا بعتقد انك انت وصلت لمنتصف طريق الاحتراف عن جداره، لانك تصرفت انت عم تغني، وحتى دخلت اسمك، صرت تكتب كلام انت عم تغني. برافو برافو برافو. يعني استاذ راغب نسي يمكن يقول لك برافو برافو برافو. خلينا نزيد بعد واحده. برافو 4-0. يستاهل. بس البرافو ما تبعتك شويه ايطاليه، هو شويه فرنسي. اوكي ايوه. حسن، مثل ما عرفنا انك عم تتمرن منيح على مخارج الحروف. اكيد عديت الاسبوع هذا كله اتمرن في فرجينا كيف. يعني شو كان اول درس لك؟ كان فما شويه قصايد اللي هي بالعربيه الفصحى اللي تبين يعني مخارج الحروف والنطق، وفما دروس فوكاليز في فتح الفم. ماما 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 ماما. خلينا هذا كما هيك يعني في الاطار. اذا حبيته حسن والابتسامه يلي ما بتفارق وجهه، صوتوا له رقمه 6 بالبرنامج، وخلوا الابتسامه دائما على وجهه.